دكتور إسلام نبيل الحاصل على بكالوريوس طب الأسنان من جامعة الأسكندرية عام 2009، زمالة كلية الجراحين الملكية أدنبرا سكوتلندا، Membership of the Royal College of Surgeon of Edinburgh in Orthodontics، والمحاضر والمشرف على تدريب الأطباء للحصول على زمالة البريطانية Lecturer and Clinical Supervisor. السلام عليكم ورحمة الله، مع حضراتكم دكتور إسلام نبيل. النهاردة أنا طالع أتكلم معاكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا وبرنامجكم أسنانك عنوانك. النهاردة هنجاوب مع بعض على سؤال جديد سألتونا عليه على الصفحة الخاص بعادة مص الإصبع. النهاردة هنغطي مجموعة من النقط مع بعض، عايزين نشرحها بالتفصيل. النقطة الأولانية خاصة مين هي الحالات المعرضة لعادة مص الإصبع. النقطة الثانية ايه هي الأسباب المؤدية إلى هذه العادة. النقطة الثالثة ايه هي الأضرار اللي هتقع علينا بممارسة هذه العادة. النقطة الرابعة هي كيفية التشخيص، ازاي حالات مص الإصبع دي بنشخصها. النقطة اللي بعد كده الخاصة بوسائل أو بطرق العلاج، ازاي احنا كدكاترة التقويم بنتعامل مع مثل هذه العادة. النقطة اللي بعد كده أو هنختم مع بعض بنصيحة هنصحها لحضراتكم وأتمنى أن حضراتكم تسمعوها. النقطة الأولانية خاصة مين هي الحالات المعرضة إلى عادة مص الإصبع. لازم نبقى احنا عارفين ان معظم الحالات بتكون من الأطفال، بس ده ما يمنعش ان ممكن الحالات الكبار شوية بيتعرضوا إلى هذه العادة أو لعادات مشابهة، زي مثلا عادة وضع الألم بين أسناننا فترات طويلة للكبار شوية مش شرط الأطفال، زي مثلا لو شخص بالغ وبيمارس عادة أخرى سيئة زي التدخين، استخدام التدخين أو استخدام وسيلة التدخين زي البايب ده ممكن يأثر بالسلب على الأسنان. النقطة الثانية خاصة بالأسباب المؤدية لعادة مص الإصبع، لازم نكون عارفين إن في كتير من الأسباب هنذكر البعض منها، مثلا زي اللعب أو التسلية مثلا أو أثناء التفكير أو التدخين زي ما احنا اتكلمنا. كمان عندنا التعرض للمشاكل النفسية أو الاجتماعية أو الأسرية عموما، ده بيعرض الطفل إن هو يهرب من المشكلة بعادة مص الإصبع. تمام. النقطة اللي بعد كده خاصة بالأضرار، هل العادة دي مضرة في كل الأحوال؟ الإجابة لا يا فندم، العادة دي مش مضرة في كل الأحوال، عن شرط أولا إن تكون العادة دي توقفت في سن مبكر قبل سن 5 سنوات. لو كان الطفل ده بيمارس هذه العادة قبل سن 5 سنوات وقدرنا ان احنا نساعده ان هو يوقفها، فكده بإذن الله المشكلة هتنتفي. حتى لو كان بالفعل حصل مشكلة بإذن الله هتتعالج او هتتحل اوتوماتيك من غير اي تدخل. النقطة الثانية ان تكون هذه العادة مش بتمارس فترات طويلة. لو العادة دي استمرت فترات طويلة اكتر من 4 ساعات، لان الدراسات الحديثة اثبتت ان ممارسة هذه العادة لفترات طويلة اكتر من 4 ساعات يوميا، فهي بتؤثر بالسلب على الاسنان وعلى الفكين، فهي الشرط ان تكون العادة دي مش بتمارس فترات طويلة. تمام. طيب ايه هي الاضرار اللي هتقع علينا بممارسة هذه العادة؟ لازم نكون عارفين ان احنا عندنا شقين، لو الطفل مارس العادة دي في وقت مبكر او في سن صغير فده هيأثر بالسلب على الفكين وعلى الاسنان. طيب لو الحالة مارست العادة دي في سن متأخر شوية فده هيأثر بالسلب على الاسنان، فاحنا دايما بنحاول ان احنا نتجنب مثل هذه العادة علشان نتجنب الاضرار اللي هتقع على الفكين وعلى الاسنان اللي احنا طبعا في غنى عنها. تمام. طيب ازاي بيتم اكتشاف عادة مص الإصبع؟ ممكن يكون الأب أو الأم هم اللي اكتشفوا العادة دي، أو يكون إن الحالة نفسها بتشتكي إن هو مش قادر يستخدم أسنانه الأمامية بشكل جيد بسبب إن ممارسة هذه العادة لفترات طويلة زي ما احنا اتكلمنا بيأثر بالسلب على الأسنان وبيكون ما يسمى بالعضة المفتوحة اللي بيخلي الحالة غير قادرة على استخدام أسنانها الأمامية بشكل جيد. أو ممكن يكون طبيب الأسنان اللي بيزوروه بصفة دورية هو اللي بدأ يكتشف نتيجة الحالة، أو بدأ يلاقي العضة المفتوحة اللي احنا اتكلمنا عليها وبدأ يسأل الأب والأم إيه سببها وهل الطفل بيمارس عادة معينة وهكذا، فبدأ يوصل إلى المشكلة. طيب كيفية التشخيص، ازاي احنا بنشخص عادة مص الإصبع؟ احنا اتكلمنا في فيديو سابق عن وسائل التشخيص الأربعة اللي هي الكشف الكلينيكي المباشر والصور الفوتوغرافية والكاست او نموذج الأسنان والأشعة. لازم نبقى احنا عارفين ان بخصوص عادة مص الإصبع هنا في دور رئيسي جدا للكشف الكلينيكي المباشر على الحالة. مش بس كده، احنا بنتناقش مع الحالة وبنتناقش مع الأب وبنتناقش مع الأم في ايه هي العوامل المحيطة بالحالة عموما، فاحنا بنتناقش مع الطفل وبنبدأ نتكلم معاه وبنبدأ نحاول نعرف ايه أصل وسبب المشكلة ومدى الضرر اللي وقع على الأسنان أو وقع على الفكين لو لا قدر الله كان حصل، وبنبدأ نتناقش مع الأب وبنتناقش مع الأم
عن ايه المشاكل المحيطة بالطفل، وهل هو بيتعرض لضغط نفسي معين، ولو لا هل هو مثلا بيمارس عادة معينة زي ان هو بيحط القلم في بقه فترات طويلة. وبنبدأ نسأل الام كمان ان هي تبدأ تشوف الطفل وهو نايم، هل هو بيحط صبعه في بقه فترات طويلة، لان وقت النوم ده كافي لحدوث المشكلة. لان احنا اتكلمنا لو العادة دي تم ممارستها فترة طويلة زي فترة النوم مثلا، فهي كافية جدا ان هي تأثر بالسلب وتأثر بالضرر على الفكين وعلى الاسنان. فاحنا اثناء الكشف الاكلينيكي اللي احنا اتكلمنا عنه وركزنا عليه في كتير من الفيديوهات السابقة، هنا بالنسبة للعادة بتاعتنا دي بيبقى ليه دور مهم جدا 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 علشان نشوف ايه اصل المشكلة قبل ما ندور على العلاج. تمام، دلوقتي احنا هنتكلم مع بعض عن طرق او وسائل العلاج. زي ما اتكلمنا بعد اكتمال وسائل التشخيص وبقى عندي صورة كاملة للحالة، هبدأ افكر في العلاج. وقبل ما افكر في العلاج انا دايما ليا شرطين. الشرط الاولاني ان الحالة نفسها يكون عندها رغبة قوية ان هي توقف هذه العادة، ويكون ان هي عندها رغبة ان اسنانها ترجع جميلة وتبقى كويسة وتبقى حالتها الصحية كويسة. النقطة الثانية انتفاء السبب، لازم يكون السبب نفسه المؤدي الى هذه العادة يتوقف تماما، والا انا كده بعوم ضد التيار، يبقى العادة لازالت مستمرة وانا بحاول اعالجها. طيب يبقى انا كده اللي انا بعمله من جانب او ان انا بصلحه في جانب بيضيع في جانب اخر. طيب دلوقتي وبعد اكتمال الشروط اللي احنا اتكلمنا عنها انا عندي احتمالين. الاحتمال الاولاني ان تكون الحالة الحمد لله ما عندهاش اي مشكلة اخرى سواء في الفكين سواء في الاسنان، فانا ببدأ اعمله جهاز بسيط سواء متحرك سواء ثابت ان هو يفكره بس ان هو يوقف هذه العادة، وبيبقى ساعتها التدخل بسيط خالص، وبتكون الحالة بمجرد ما ان هي تبدأ تمارس هذه العادة بيفتكر ان هو خلاص بدأ ياخد طريق العلاج وان هو عنده رغبة ان هو يوقف هذه العادة، فبيبدأ يتجنب هذه المشكلة. كمان عندي شق اخر ان ممكن تكون الحالة نفسها عندها بعض المشاكل الاخرى سواء في الاسنان سواء في الفكين، فانا ساعتها ببدأ اعمل دمج وببدأ اعمل كومباينيشن ما بين اجهزة التقويم سواء الاجهزة الثابتة سواء الاجهزة المتحركة سواء الاجهزة الوظيفية. كمان ببدأ اعمل دمج ما بين الجهاز ده وما بين جهاز اللي انا ببدأ استخدمه كهابت بريكر ان هو يكسر لي هذه العادة، وببدأ اعمل الموازنة دي بحيث بإذن الله نوصل لأفضل نتيجة، وإن احنا نضرب كل العصافير بحجر واحد، إن احنا نحقق التارجت بتاعتنا ونعالج المشكلة الموجودة عندنا سواء في الفكين سواء في الأسنان، وكمان نبدأ نوقف هذه العادة السيئة. تمام؟ دلوقتي في عندي نصيحتين لحالات مص الإصبع. النصيحة الأولانية إن احنا بعد اكتمال العلاج بفضل الله وبتكون الأسنان اتحسنت، ببدأ أعمل دمج للجهازين، جهاز التثبيت وجهاز الهابت بريكر اللي انا استخدمته علشان اوقف او اكسر مثل هذه العاده. النصيحه الثانيه هي زياره طبيب التقويم المتخصص بصوره دوريه كل 3 شهور لمتابعه حاله الاسنان ومتابعه كمان جهاز التثبيت، ونشوف ما اذا كانت حاله الاسنان الحمد لله تحسنت واستمر تحسنها، او لا قدر الله تكون الحاله وقفت استخدام جهاز التثبيت ورجعت تمارس مثل هذه العاده وبدا الوضع يسوء، فاحنا لازم نتابع الحاله بصوره جيده. واخيرا انا دايما بتمنى لكم وبتمنى لاطفالكم دوام الصحه والعافيه. كان معاكم دكتور اسلام نبيل من برنامج اسنانك عنوانك. سلام عليكم.